السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الرابع الإعدادي في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. درسنا لهذا اليوم هو عن نازك الملائكة الشاعرة العراقية المعروفة وقصيدتها Love Song for Words، أغنية حب للكلمات، الموجودة بكتاب الطالب صفحة 112 in student book page 112. Before we discuss the poem, let's read about the background of the poet. دعونا نأخذ ونقرأ حياة الشاعرة العراقية المعروفة نازك الملائكة. نازك الملائكة, a highly influential Iraqi poet. إذن a highly influential, شاعرة عراقية ذات تأثير عالي. Famous for being one of the first poets in Arabic to use free verse. Famous, مشهورة, for being one of the first poets in Arabic. واحدة من أوائل الشعراء الذين كتبوا أو استعملوا الشعر الحر في العربية في اللغة العربية. Born 23 August in 1923 in Baghdad. إذن بون ولدت في 23 من أوغست من شهر آب في عام 1923 في بغداد. And the daughter of parents who were also poets, هي ابنة لأبوين وهما أيضا شعراء. توت as a professor in several universities. إذن تعلمت ودرست كبروفيسورة في عدة جامعات, in several universities, في عدة جامعات, including بضمنها بغداد, بصرة, and Kuwait. بغداد والبصرة والكويت. Worked hard to promote women's rights and political freedom. عملت تعب وعملت بمشقة لتروج أو لتنشر حقوق المرأة and political freedom والحرية السياسية. Famous poems, قصائدها الشعرية المشهورة, include بضمنها الكوليرا, for prayer and revolution, من أجل الصلاة والثورة, revolt against the sun, ثر ضد الشمس. Died, توفيت, and was buried, ودفنت in Cairo في القاهرة in 2007. Now let's go to the poem itself. دعونا الآن نذهب إلى القصيدة نفسها, Love Song for Words, أغنية حب للكلمات. Why do we fear words? Why do we fear words? لماذا نخشى الكلمات؟ When they have been rose-balmed hands, fragrant, passing gently over our cheeks, and the glasses of heartening wine sipped one summer by thirsty lips. أما ترجمة هذا المقطع الشعري, من ورود باردات العطر مرت عذبة فوق خدود, وهي أحيان كؤوس من رحيق منعش رشفتها ذات صيف شفة في عطش. Why do we fear words? لماذا نخشى الكلمات؟ When among them are words like unseen bells, whose echo announces in our troubled lives the coming of a period of enchanted drone, drenched in love and life. So why do we fear words? والترجمة لهذا المقطع, فيما نخشى الكلمات, إن منها كلمات هي أجراس خفية, رجعها يعلن من أعمارنا المنفعلات, فترة مسحورة الفجر سخية, قطرت حسا وحبا وحياة, فلماذا نخشى الكلمات؟ سنكتفي بهذا القدر من قصيدة أغنية حب للكلمات, ونذهب إلى أهم المفردات في القصيدة. Fragrant, عبق, شذا, عطر. Perfumed, nice smelling. إذن perfumed معناه معطر أو عبق. Nice smelling, رائحة عطرة. Heartening, heartening يعني مشجع. Encouraging, يشجع أو مشجع. Making you feel happier, يجعلك تشعر بسعادة. Echo, الصدى. Sound that is reflected back to you, صوت يرجع لك. صوت يعود إليك أو ينعكس إليك. Announces, يعلن. Says, يقول. Introduces, يقدم. Enchanted, مسحور. Magic, سحري. Beautiful, جميل. Drenched, drenched, soaked. Drenched بمعنى مبلل. Soaked يعني مبلل. Made completely wet يعني مبتل بشكل كامل. Thorns, أشواك.
small, shard, pointed parts of a planet. Small صغير, shard حادة, pointed مدببة, parts of a planet الجزء الحاد المدبب والصغير من النبتة والمقصود بها الشوكة أو الأشواك. wounded مجروح, hurt مجروح, injured مجروح أو متأذي. hurt معنى متأذي مجروح معنويا أو جسديا. injured مجروح جسديا. shed سكبة أو تساقط. dropped سكبة أو تساقط. scent عطر. then scent عطر أو رائحة جميلة. smell بمعنى رائحة. perfume بمعنى عطر. desires رغبات. hopes آمال. wants رغبات. pierced مثقوب. إذا pierced مثقوب. made a small hole in يصنع ثقبا في. callously callously بقسوة. in a cruel unfeeling way cruel بمعنى وحشية. unfeeling بلا مشاعر. oud oud musical instrument يعني آلة موسيقية اللي هو نفس العود. played mainly in the Middle East يعزف به بشكل رئيسي. played بمعنى هنا يعزف. mainly بشكل رئيسي in the Middle East في الشرق الأوسط. ivy اللبلاب. ivy اللبلاب. climbing planet with dark shiny leaves. climbing a planet نبات متسلق. with dark shiny leaves مع أوراق غامقة. dark غامقة. shiny لامعة. وهو ما موضح في هذه الصورة. This is the ivy اللي هو نبات اللبلاب. نبات متسلق بأوراق غامقة ولامعة. trailing بمعنى يتدحرج أو بمعنى يتجرجر أو يسحب. hanging down بمعنى معلق. nourish بمعنى يتغذى. feed أيضا بمعنى يتغذى. balcony balcony هي نفس البلكونة. balcony an outside platform from an upper room in a building. an outside platform إذا هي platform منصة. outside في الخارج. from an upper room in a building من الغرفة العلوية في بناية. so balcony an outside platform from an upper room in a building هي المنصة الخارجية للغرفة العليا في مبنى ما. timid timid خجول. shy nervous. timid خجول. shy or nervous. shy أيضا معناها خجول. nervous عصبي. pillars أعمدة. pillars أعمدة أو أركان. tall round stones used to support a building. tall طويل. round stones حجر دائري أو أحجار دائرية. used to support تستخدم لدعم a building البناء. so this is the pillar مثل ما موضح بالصورة. pillar هذا العمود. and this is the balcony وهذه البلكونة أو الشرفة الخارجية. flooded flooded بمعنى مغمورة. covered by مغمورة أو مغطاة بشيء ما. مغطاة. guarded محروس أو محروسة. protected محمية. dedicated مكرس. given our time إذن إعطاء وقتنا. an effort وجهدنا لي. هذا كل ما يخص المعاني المهمة لهذه القصيدة. والآن ننتقل إلى الأسئلة والحلول. الأسئلة الموجودة في كتاب الطالب وهي هنا تحت الجلوسري تحت معاني الكلمات لنقرأها ونجد حلولا مناسبة لها. إذن أهم الأسئلة فيما يخص شاعرتنا نازك الملائكة. Who is نازك الملائكة؟ من هي نازك الملائكة؟ A highly influential Iraqi poet and famous for being one of the first poets in Arabic to use free verse. شاعرة عراقية ذات تأثير كبير. and famous ومشهورة for being one of the first poets لكونها واحدة من الشعراء الأوائل in Arabic في اللغة العربية to use free verse استعملوا الشعر الحر. question 2 where and when was she born. where أين and when ومتى was she born ولدت in Baghdad in 1923. question 3 What did نازك الملائكة worked hard to promote؟ ما الذي عملت جاهدة to promote لتروج أو لتنشر؟
إذن ما الذي عملت جاهدة لتنشره؟ Women's Rights and Political Freedom، حقوق المرأة والحرية السياسية. أما السؤال الرابع question 4، نازك الملائكة's famous poems include فراغ. إذن القصائد المشهورة لنازك الملائكة تتضمن، وهنا يجب أن نكتب تعداد لبعض هذه القصائد المذكورة في كتاب الطالب: الكوليرا، For Prayer and Revolution، من أجل الصلاة والثورة، And Revolt Against the Sun، والتمرد أو الثورة ضد الشمس. Question 5، السؤال الخامس: Where and when did نازك الملائكة die؟ Where، أين، and when، ومتى توفيت نازك الملائكة. Died and was buried in Cairo 2007. إذن ماتت وتم دفنها في القاهرة في عام 2007. هذا كل ما يخص حياة الشاعرة نازك الملائكة، والآن ننتقل إلى أسئلة القصيدة نفسها، ونأتي إلى السؤال الأول. So the questions of the poem, student book page 113. أسئلة القصيدة في كتاب الطالب صفحة 113. Question 1: Which lines do you think sound most song-like, most musical؟ أي من هذه الأسطر do you think sound most song-like، يبدو شبيه بالأغنية، most musical والأكثر موسيقية. Why do you think that is؟ ولماذا تعتقد أنه كذلك؟ Or أو بمعنى آخر، سنقرأ السؤال بطريقة أخرى: What makes the poem most song-like؟ ما الذي يجعل القصيدة شبيهة بالأغنية؟ وجوابنا لهذا السؤال هو The repetition of the line Why do we fear words؟ هو تكرار هذا السطر Why do we fear words؟ لماذا نخشى الكلمات؟ هذا السطر كرر في أكثر من مقطع: Rhyme، القافية، الرذم، والنغم. Second question، السؤال الثاني: What a question is repeated in love song for words؟ ما السؤال المتكرر in love song for words في قصيدة أغنية حب للكلمات؟ What is the effect of this repetition؟ وما هو تأثير هذا التكرار؟ The question is why do we fear words؟ Why do we fear words؟ هو هذا السؤال الذي تكرر على طول القصيدة. And the effect، وتأثير هذا التكرار. الحقيقة لدينا ثلاث تأثيرات: A makes the poem most song-like، جعل القصيدة شبيهة بالأغنية أو يجعل القصيدة شبيهة بالأغنية. B emphasizes the theme of the poem، يؤكد على موضوع القصيدة. C shows يبين that many people are afraid of words، يبين بأن هناك الكثير من الناس من هم خائفون من الكلمات. Now let's go to the third question، دعونا نذهب إلى السؤال الثالث. Find as many examples of personification as you can، جد بقدر ما تستطيع من الأمثلة عن التشخيص. والتشخيص هو إعطاء صفات بشرية لشيء غير بشري. You treat something as it is a human being، إنك تعامل شيء هو ليس بشري ولكنه بشري، أو تعطيه صفات بشرية. ومن الأمثلة على هذا الموضوع هو A هذا المقطع: When they have been rose-bound hands، When they have been rose-bound hands. إذن هنا وصفت الكلمات ذات أيدي ورود، لديها أيدي وردية أو من ورود، أيدي. إذن أعطاء كلمة الهاندز للكلمات This is a personification، هذا تشخيص. المثال الآخر: And their faces turned callously from us، And their faces turned callously from us. Their faces، وإذا هنا تخاطب أو تصف الكلمات، وقالت their faces، أعطتهم وجوه. إذن This is a personification also، وهذا أيضا تشخيص. أما السؤال الرابع the fourth question، السؤال الرابع: Find one example of sibilants، جد مثالا واحدا على السيبلنس، وهو استخدام the letter S in the line creating the hissing sound، أو تكرار الحرف S مسببا صوت الهسهسة، هو ذلك لكثرة استخدام ال S في نفس السطر. What effect does it have on the way you read the line؟ وما هو تأثيره بطريقة التي أنت تقرأها على القصيدة. The example، والمثال:
sipped one summer by thirsty lips. Sipped one summer by thirsty lips. شوفوا هنا حرف ال S sipped summer في بدايته حرف ال S أيضا. Thirsty جاء في الوسط. Lips جاء في الأخير. والآن what is the effect؟ ما هو تأثير ال sibilance؟ تأثير ال sibilance. It is used to give a sense of reverence. It is used استعمل to give ليعطي a sense شعورا of reverence بالتبجيل أو التعظيم لمكانة الكلمات. السؤال الخامس This is a free verse هذا شعر حر والمقصود به قصيدة الشاعر نازك الملائكة Love song for words أغنية حب للكلمات This is a free verse هذا شعر حر But does that mean there is no rhyme in the poem? Does that mean there is no rhyme in the poem? هل هذا يعني بأنه لا توجد قافية في القصيدة؟ أما الجواب In both old and modern poetry في كلا الشعرين الأولد القديم and modern والحديث There is rhyme scheme توجد قافية There is rhyme scheme توجد قافية But in a free verse لكن في الشعر الحر The rhyme varies القافية مختلفة أو متفاوتة أو تختلف السؤال السادس The sixth question. What do you think of the poem's final question? What do you think of the poem's final question? Can you answer it? ماذا تعتقد بالسؤال الأخير الموجود في القصيدة؟ هل تستطيع أن تجيب على هذا السؤال؟ والسؤال الذي انتهت به القصيدة هو هذا السؤال Our life we have dedicated وحياتنا التي كرسناها As a prayer كصلاة To whom will we pray؟ لمن سوف نصلي؟ But towards فقط للكلمات ده يقول إنه ما رأيك بهذا السؤال اللي انتهت به القصيدة Can you answer it؟ هل تستطيع أن تجيب على هذا السؤال؟ The poet believes الشاعرة تؤمن That words are means بأن الكلمات هي means وسيلة Used by believers and thinkers أو المؤمنين والمفكرين So why don't we use them also؟ فلماذا لا نستخدمها نحن أيضا؟ Why do we fear words؟ إذا لماذا لا نستخدم الكلمات بحرية ولماذا نخاف من الكلمات وهذا السؤال تمت إضافته أيضا وهو سؤال مهم seventh question السؤال السابع What is the theme of the poem ما هو موضوع القصيدة hey we have two themes actually we have more than two themes حقيقة توجد أكثر من موضوعين لكن هذني الموضوعات الأكثر أهمية في القصيدة نبدأ الموضوع الأول A. Express عبر Express your feelings and opinions freely with no fear عبر عن مشاعرك وآرائك بحرية بدون خوف B. أما الثيم الثاني أو الموضوع الثاني Words are sometimes thorns إذن الكلمات أحيانا تكون أشواك thorns that might hurt us التي ربما تؤذينا and healer وهي شافية أيضا نفس الكلمات يمكن أن تكون شافية at the same time في نفس الوقت هذا كل ما يخص موضوع قصيدة نازك الملائكة Thank you and goodbye